من الخبرات اللي خدناها في الخدمة في الخارج رسائل عجيبة جدا كانت الواحد يعني على بساطتها ولكن فرقت جامد وادت معاني حلوة ورسائل حلوة لكل اللي بيخدم بره ازاي بيقدر يوصل الصورة بتاعة كنيستنا لكل العالم. من ضمن الحاجات اللطيفة اللي كانت تحصل هنا معانا ان كان في سيدة إيطالية وزوجها مصري، فالست دي عملت عملية وفي المستشفى وبعدين الكنيسة عرفت بحالتها الصحية فراحت زارتها، الأب الأسقف راح زارها والآباء الكهنة راحوا زاروها وبعض من الشعب زاروا الست دي. فالأوضة اللي كانت موجودة فيها الست كانوا موجودين 2 مرضى، فالست الإيطالية التانية بتقول لها أنت واحدة مهمة قوي، أنت منظرك كده يعني حاجة ليكي وضع مهم في البلد بتاعك. قالت لها لا أنا ست عادية خالص، وأنا يعني في الكنيسة عندنا أي حد لما يكون عيان أو بيعمل عملية أو في ظروف صحية الكنيسة بتسأل عليه وكل الآباء بيسألوا عليهم أول سيدنا الأسقف لغاية الكهنة والخدام والأصدقاء يعدوا يسألوا عليها. فبصت لها كده الست كان ممكن حد مثلا يجي لها يزورها مرة كل يومين كل ثلاثة حد يعدي عليها، فصعبت عليها المسألة دمعت كده وقالت لها يا انتوا كنيستكم حلوة خالص، ممكن أعرف عنوان الكنيسة اللي فين؟ أنا نفسي آجي وأتعرف عليها. دي من ضمن الحاجات اللي خلت رسالة الكنيسة في المهجر مهمة جدا ان يبقى قريب من الشعب قريب من المريض قريب من عنده ظروف صحية او عنده حالة وفاة او عنده مشكلة بحيث يبقى الكنيسة اقرب حد ممكن ان هو يسأل على الشخص اللي هو يبقى قلبه يسنده في ضعفه. من ضمن الحاجات التانية اللي كانت مهمة قوي وتعلمتها في الخدمة في الخارج هي ان لبعد المسافات وطبعا ممكن يكون ظروف المطر والبرد والتلج وظروف الوقت الناس نفسه مش اي وقت ينفع يعمل لهم زيارة، فكان الواحد ممكن مثلا يقعد كده ويكتب رسالة او يبعت آية ويروح مختار مجموعة كده يروح بعت لهم الآية دي أو الرسالة دي. فأفاجئ إن بعد ما الآيات دي تتبعت أو الرسالة دي تتبعت إن كتير جدا راح متصلين يقولوا إحنا كنا فعلا محتاجين نسمع صوت ربنا دلوقتي، محتاجين إن إحنا نقول له يا رب أنت فين؟ أنت يا رب قريب مني سامعني ولا لأ؟ ويبص في التليفون بتاعه يلاقي الرسالة دي فرقت معاه جدا، قال اشكرك يا رب الرساله وصلت خلاص. ودي علمتني ازاي ان ممكن الواحد حتى لو ما قدرش يفتكر شخصيه عن طريق زياره منزليه ولكن ممكن عن طريق ان يبعت رساله او حته تانيه برضه مهمه جدا برضه فرقت مع الاطفال كلهم مع الجيل ده بالذات انه عرف ان في كل سنه في كل سنه في كل عيد ميلاد في رسالة بتوصله من الكنيسة بتقول له كل سنة وانت طيب عيد ميلادك، كأن الكنيسة حاسة بيه وعارفاه وعارفة ازاي ان هو قريب منها وغالي عليها وهي فاكرة. من ضمن الحاجات اللي كانت بسيطة جدا ولكن برضه تحمل رسالة حلوة، اتذكر في مرة ان احنا كنا بنلف بالايقونة القيامة والشمامسة بيقولوا اللحن بتاعها كل الصفوف السمائية ولحن خصوصا السي هما بيلفوا الزفة كلها، فآخر الكنيسة كانت واحدة إيطالية كانت واقفة كده فبنبص عليها في الزفة احنا ماشيين فدموعها كانت نازلة بتعيط، فاللي جنبها سألتها انتي بتعيطي ليه في حاجة مزعلاكي قد ايه؟ قالت لها لا كل اللحن بتاعكم والضربة
الموسيقى بتاعتكم، رغم ان انا مش فاهم الكلام ولكن اتأثرت بيه جدا. الكلام كان حلو قوي، اللحن كان حلو قوي، طريقة الأداء كانت جميلة. فالموضوع ده سدينا رسالة قد إيه إن ممكن اللحن بتاعنا يوصل معنى روحي حتى لو واحد مش فاهم معنى الكلام. وأتذكر بالمناسبة إن كان في لقاء آخر لقاء من حوالي 3 سنين مع قداسة الرب لما جمع كل كهنة أوروبا في ميلانو، وده كان تقريبا آخر لقاء اتعمل في حضير نيافة الأنبا كيرولوس مطران ميلان من نيابة باباوي أوروبا، وجمع كل الآباء الأساقفة وكل الآباء الكهنة وقال كلهم لحن كل الصفوف ولحن خصوصا أنستي، وكان منظر جميل جدا. لغاية النهاردة الفيديو بتاع اللحن ده والأداء بتاع الآباء كلهم مع بعض بصوت واحد وروحانية كده لغاية دلوقتي بيسيب أثر حلو، الناس كتير تشوفه وتتابعه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونقل رسالة حلوة إن لبس الآباء الكهنة الأبيض الحلو وصوتهم الحلو مع بعض كان شكل جميل وكأننا كنا في السماء. من ضمن المواقف الحلوة الجميلة برضو في المحضر قابلناها، تذكر في مرة من حوالي 10 سنين قابلنا شخص بالصدفة كده ما كناش نعرف حتى عنوانه فين ولا نعرف نتواصل معاه. كان كل اللي متسجل عندنا اسم شخص ورقم تليفونه ما كانش بيرد عليه. فلما حصل مقابلة مع الكنيسة فبيقول أنا فلان، فبنقول له فلان الفلاني، فالراجل قال اه وده ابن بلدك كذا. الراجل بقى مبسوط قوي ان يعني في حد عارف اسمه وعارف رقم تليفونه. فقال له بصراحه عايزين نوصلك من بدري، مش عارفين نوصلك، يعني التواصل معاك كان صعب وهو كان ساكن بعيد جدا ومحدش كان يعرف يتعامل معاه خالص. وبعدين قال لي يا ابونا ممكن ان انا نفسي ارجع للكنيسه واتناول. فقلت له ايه المشكله؟ تعال. طبعا يعني الكلام كان فيه نوع من المجامله لان فصل الكلام كان بيقول ان له 35 سنه ما دخلش الكنيسه، 35 سنه ما دخلش الكنيسه وعمل حاجات كتيره صعبه، ويعني اتعاقب عقوبات في البلد واتعاقب عقوبات نفسيه وخسر كتير، حتى اللي كان عايش معاها ما كانش متجوزها في الكنيسه، مخلف منها وكده. فيعني كان كلام مجامله او كلام يعني نوع من التطيب الخاطر كده. قال يعني ايه المانع يعني؟ ممكن تيجي بس لازم الاول تيجي للمعارك دي ونعمل لها الانضمام ونطمن عليها ان هي بقت تبع الكنيسه ونكلم لهم بسرعه كده نحس يبقى في تقصيرتي، وبعد كده ناخد اعترافك وبعد كده نشوف وضعك ايه ونناولك. ف بعد حوالي 4 5 ايام بالظبط لقينا بيتصل، قال انا جبت المدام بتاعتي، بالمناسبه كانت ساكنه على بعد حوالي اكتر من 100 كيلو او بمعنى اخر كان هو طاردها هي وولادها عايشين بعيد وهو عايش لوحده. لما كلمها قالت له اه ايه المانع، واستجابت وفعلا جت وعملنا لها انضمام وعملنا لها الاكليل. وبعد كده خدنا الاعتراف بتاعه، وبعد ما اعترف فوجئت ان هو عينيه دموع نازله من عينيه كده وكانه يعني كان ماسك نفسه بالعافيه. قعد فتره قانون توبه بسيط قوي، وبعد كده استوعبت الكنيسه انه بيتناول، وكان كل مره بيتناول يحضر قداس، حضر في كنيسه كده صغيره محدش يعرفه، يقف كده على جنب يحضر القداس وعينيه مغمضها ودموع على خده، وكان يتناول ويمشي على طول محدش يحس بيه. قعد على الموضوع ده حوالي 7 8 شهور، وبعد كده أصيب بمرض الفردوس ما كملش شهرين، وكان حريص
الصيام كل ما يكون في حاجة تعب الضمير يعتذر بيها بحيث يصفي حساباته أو البول. وبعدين لما حلم آخر القداس طلع من الكنيسة ودخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة وبعدين طلع السماء. ودي وراني ازاي ان مفيش واحد يقول ده مينفعش او ده مفيش فايدة منه، ولكن ربنا بيشتغل مع كل واحد في الوقت المناسب اللي هو شايفه. بس المهم الكنيسة تسأل على أولادها وتفتقدهم وتفتح لهم الباب وتشجعهم وتخليهم يبقى في أمل ورجاء إن هم يقدروا يرجعوا تاني لحب الكنيسة ويبتدي يعيشوا عشرة وعمق محبة مع ربنا. وفعلا الموضوع ده أنا شفته اتكرر أكتر من مرة، واديني أنا رسالة شخصية إن أنا ما أفقدش الأمل في أي حد، لأن ممكن ربنا يشتغل مع أي حد بأي طريقة وفي أي وقت بحيث إنه إيه يكسبه ما يهلكش ويكسب الحياة الأبدية. ولله كل المجد والكرامة من الآن.